الحمد لله ارتحت من المراقبة. احساس صعب قوي تبقى ماشية في المستشفى وحاسة ان مليون حد بيراقبك، سواء من بتوع العصابة ولا من بتوع البوليس. يا ساتر، وهم البوليس كانوا مضايقينك في ايه؟ ده انت تحمدي ربنا. الحمد لله انا ما قلتش حاجة. لكن الحقيقة بقى بتوع البوليس طلعوا معاكي تمام قوي. يا ريت كل الضباط زي حمدي السعيدي ده، ما كانش يبقى في اي مشكلة في البلد. عندك حق، ده ضابط كويس قوي. لا ومركز جدا. عارفه انا في الاول ما كنتش واثقه فيه وكنت خايفه اللي يغرقني ويوديني في داهيه، لكن طلع ظابط 100 100. قولي لي بقى، لو المجرم كان استفرد بيكي والبوليس ما كانش جنبك ولحقك بسرعه، كنت هتعملي ايه؟ كنت هعمل ايه يعني؟ كنت هقعد عافر وارفص واضربه ويضربني واعمل كل اللي في ايدي، وفي النهايه كنت في الاخر هبقى مجرد خبر وصوره في جرنان. وهلا بقى تمسك الجرنان وتبص فيه وتقول يا عيني يا رحمه يا حبيبتي انت كنت طيبه قوي. ايه ده ايه ده الكلام ده؟ بعت الشر عليكي. كنت هتعملي ايه يا هاله بجد لو كان حصل كده؟ يعني كنت هعمل ايه بقى؟ يعني يا ستي كنت هتخلصي مني وتبقي ساعتها مديره المستشفى. يا سلام، وانت فاكره لا قدر الله لو كان جرالك اي حاجه انا كنت هبقى مديره من بعدك؟ اه طبعا، مفيش احسن منك، ده انت اكتر واحده تصلح تبقى مديره في المستشفى دي. انت كده بقى هتخليني ازعل من البوليس. ليه؟ مش شايفين شغلهم كويس؟ لا انا هزعل منهم عشان شايفين شغلهم. لا صحيح، اصيله اصيله يا هاله. انا زعلان منك قوي يا سامي بيه، واستغربت كمان لما لقيتك في مكتب العلاقات العامة. ايه يا راجل ده؟ بقى بالذمة دي شغلانة تناسب مقامك؟ يعني أنا قلت فرصة بقى أساعد بيها الأولاد؟ لا 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 يا راجل، يا راجل تساعد مين يا راجل؟ ده تضييع وقت على الفاضي، ده أنت لو عملت أي حاجة تانية تبقى أفيد. اتمشى في النادي مثلا يبقى أفيد. إنما تقعد في شغلانة زي دي؟ لا 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 يا سامي بيه لا. يعني إيه؟ يعني ما أحبش أشوف نسيبي قاعد في شغلانة زي دي. فأرجوك كبر دماغك وسيبك من الشغلانة دي خالص. يعني أفهم من كلامك ده أنك بتطردني يا حاج؟ لا سمح الله يا سامي بي، يا راجل بقولك أنت نسيبي يعني مش غريب، المجموعة تدخلها في أي وقت، لكن بالنسبة للشغل أحب أشوفك مالي مركزك، إنما علاقات عامة وكلام فارغ ما ينفعش. أيوة بس ماجد جابني وعملوا معايا عقد ووظفوني. يا راجل دي عيال صغيرة ما تفهمش حاجة. يعني إيه؟ لما انت بتفكر في حاجه زي دي يا سامي بيه ما قلتليش ليه من زمان عشان اشوف لك حاجه تناسب مقامك. على العموم انا هشوف لك بس بعدين. هات قهوه لسامي بيه يا ابني. لا شكرا انا مش هشرب حاجه. سلام. حاجه حلوه قوي، يمشوا راجل كفاءة وخبرة وماسك السوق كله في ايده ويجيبوا لنا موظف حكومة سابق ما يفهمش أي حاجة في الشغلانة بتاعتنا. أنا خايف بعد رجوع الحاج للمجموعة إن احنا نخسر علاقتنا بثابت وماجد. آه كده بقى ربنا يستر ويفعل بيه. وأنت بقى ناوي عليه إن شاء الله؟ ولا حاجة، هستنى لما أشوف هيحصل إيه. بس معقولة ماجد وثابت هيسيبوا كل حاجة ترجع زي ما كانت؟ ده في الأول والآخر أبوهم يا رفعت بيه. أبوهم إيه؟ يبقى أنت ما تعرفهمش. الله، يعني إيه بقى؟ يعني ماجد وثابت دول هيبيعوا ابوهم عشان مصالحهم. مصالحهم ايه بقى؟ كش مالك المره دي جت اوت. لا يا حبيبي انا عارف بقول ايه، وبكره هتشوف. يعني لما كانوا فاكريني مش هقوم من العيه تاني وقفوكم عن العمل، ولما خفيت ورجعت صالحوكم. لأنهم عارفين يا حاج إنك لما ترجع مش هترضى بالوضع ده. والله أنا ما كنتش حزعل، كنت هفرح قوي وأقول فهموا إن الشغل ما فيهوش مجاملات، لكن مجرد ما خفيت ورجعت رجعوكم وصلحوكم. والله يا حاج إحنا مشينا وقتها على عنينا وما كانش في إيدينا حاجة نعملها. قول لي يا متر. أمرك يا حاج. السؤال بقى، موقفي هيبقى ايه من الإدارة؟ للأسف أول ما هيعملوا إعلام الوراثة تركة هتتقسم حسب الشرع. نصيب حضرتك في تركة المرحومة هيكون الربع. أما بالنسبة لولادك ثابت وماجد فنصيب كل منهم هيكون 30% في تركة أمه. آه طبعا. كده يبقى نصيب أي حد من الشباب أكتر من نصيب حضرتك. لما كنا بنعمل عقد تأسيس المجموعة حضرتك كنت رئيس مجلس الإدارة باعتبارك المالك الوحيد للمجموعة. فاكر انا قلت لك ايه ساعتها يا حاج؟ نحط بند يحفظ لك حقك في رئاستك للمجموعه، وحضرتك قلت لي لا. كنت فاكر اني بحط لهم نظام يمشوا عليه بعد ما اموت،
ان صاحب النصيب الاكبر هو اللي يدير. طبعا كان ثابت وماجد في الحاله دي هيبقوا قد بعض، قلت يحطوا ايديهم في ايدين بعض ويمشوا الشغل. لكن مين بقى كان في باله ان اللي حصل يحصل؟ طب وهنعمل ايه دلوقتي يا حاج؟ ورطه وحطيت نفسي فيها. واي ورطه يا حاج؟ ما تشوف لنا مخرج يا استاذ. المخرج الوحيد بعد اعلام الوراثه نطلب منهم يعملوا لك توكيل باداره المجموعه، والتوكيل ده لا يلغى الا بوجود الطرفين. كده تمام، كل الوارد والمرتجع الموجود في المخازن مظبوط جدا، وهتلاقي حضرتك ان شاء الله كل حاجه تمام في المستشفى ان شاء الله. تعالى يا دكتور اتفضل. او مش فاضي اجيلك بعدين؟ لا لا احنا خلاص خلصنا. اتفضل اتفضل. مالك يا رأفت؟ متلخبط قوي يا رحمه. متلخبط من ايه؟ النهارده جالي عرض اني اسافر اشتغل بره، وفي فلوس كويسه جدا. طيب مش تخلص الدكتوراه بتاعتك الاول وبعدين تبقى تسافر؟ ما هو ده اللي ملخبطني. يلخبطك في ايه؟ طب اعمل ايه يعني يا رحمه؟ واحد زي هنا هيعمل ايه مهما اجتهدت؟ هوصل ليه في الاخر؟ ولا حاجه. اكيد لما تجيلي فرصه زي دي لازم افكر الف مره. الف مره؟ للدرجه دي الفرصه كويسه جدا يا رحمه؟ مرتب قد اللي باخده هنا ثلاث مرات، شغل منظم، يعني هشتغل عدد ساعات اقل، يعني هقدر اعيش حياتي كويس. والفرصه دي جايلك في اي بلد؟ في الخليج. يعني شغل وبس؟ تقصدوا ايه بشغل وبس؟ يعني اقصد لو جاتلك الفرصه دي في اي بلد اوروبيه كنت هقول لك سافر، لان كان هيبقى عندك وقت تشتغل وتدرس وكمان تكتسب خبره. هتلخبطيني اكتر يا رحمه. رأفت الموضوع مش محتاج لخبطه. الظروف يا رحمه، الظروف هنا تلخبط اي حد. بعدين خلاص بقى زهقت من مشاكل الدكتوراه والاساتذه، بجد جبت اخري. هي لسه المشاكل دي ما حلتهاش؟ بتقل يا رحمه، لكن انا كمان طاقتي بتقل يوم عن يوم. يا حبيبي الحياه صعبه، بس انت كمان لازم تبقى صبور. فكر كويس قوي. انا عن نفسي رايي انك تخلص الدكتوراه بتاعتك وبعد كده يحلها الحلال. وقدامنا بكتير قوي شهرين هكون اشتريت الارض وبنيت عليها العنابر وجهزتها للشغل، وخلال الفتره دي هكلف مهندس ديكور ان يعمل لي رسومات جديده للبوتيك علشان اعمله معرض، يعني يعرض منتجات المصنع. ده هايل، وانا هجهز المكان والتجهيزات اللي تعمل واحد من اهم فروع مصانعنا في مصر، وانا عملت كل الاجراءات القانونيه، يبقى نقدر ناخد من انتاج المصنع للموسم الشتوي الجديد. المهم ان حضرتك تحضر لنا المبلغ ال 2 مليون جنيه عشان نشتري الارض اللي هنبني عليها. هايل جدا. هجيب لك منين بس 2 مليون جنيه؟ نعم، انت ناسي انت ابن مين ولا ايه؟ والله ال 2 مليون جنيه دول ممكن تعتبرهم حفله نظمتها الشركه او اعلان باظ في التلفزيون. يا ست كفايه علينا شغل المجموعه، عايزين نشوف حياتنا بقى. هنفضل مقضينا شغل في شغل في شغل في شغل يا فاكي؟ اه قول بقى كده، عايزني انا ابقى الشغاله في البيت وحضرتك البيزنس مان. بيزنس مان ايه بس؟ انا نفسي مش عايز اشتغل اصلا. ما هو بقى ده اللي انا خايفه منه. يا حبيبتي ما هشكيش ايام كده الروقان والفرفشه، رجعينا بقى الايام دي تاني. كل حاجه هتحصل بس بعد المشروع. طب وماله؟ اديني بس كده 6 اشهر ولا حاجه وهعوضك ان شاء الله. ماجد انا هاخد الفلوس من حد تاني. حد تاني؟ مين ده ان شاء الله؟ حد بيزنس مان. باكي انا فعلا معيش المبلغ ده دلوقتي. بص بقى يا ماجد، انا هديك فرصه 3 4 ايام بالكتير قوي، وساعتها بقى تكون الفلوس جاهزه قدامي. اوكي؟ هيا يا جماعة، إيه اللي حصل؟ ثابت وسمير جم ورا بعض ودخلوا الحاج، وماجد في الطريق. تفتكر هيقدر يقنعهم؟ الموضوع مش موضوع إقناع يا صبري، يا هيوافقوا يا هيرفضوا من أصله. النهاردة يوم تاريخي وهيتوقف عليه حاجات كتير قوي.